مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم مع سيليا مطبخ راح نبارطاجي معكم طريقتي في تحضير صبيعه العروسه، الحلوى الجزائريه السهله الاقتصاديه اللي يحبوها كامل الجزائريين خصوصا الاطفال الصغار، مليحه لشرب قهوه العشيه وتمشى كذلك مع الشاي. اذا حبيباتي كما راكم تشوفوا في الفيديو، ها هي الحلوى كي قطعتها، تجي بنينه بزاف وهشيشه من الداخل كما راكم تشوفوا. ان شاء الله يعجبكم فيديو تاع اليوم، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس هكذا باش تواصلوا بجميع فيديوهات القناه. اذا ندوزوا الى المقادير. اذا حبيباتي نحتاج الى 2 بيضات كاملين، 3 ملاعق كبيره من السكر حبيبات، ملعقه صغيره من لافاني وملعقه صغيره من خميره كيميائيه، 6 ملاعق كبيره من الزيت النباتي، والفرينه باش نلمو العجينه. نبدا على بركة الله. بسم الله. اول حاجة نحط 2 بيضات كاملين مع 3 ملاعق كبيرة من السكر العادي، 3 ملاعق تكون كبيرة، نخلط مليح بالقوة، ثم نضيف 6 ملاعق كبيرة من زيت نباتي، 1 2 3 4 5 6، وبعد ذلك نبدأ بإضافة الفرينة بالتدريج هكذا، ونضيف مع الفرينة ملعقة صغيرة من لافاني وملعقة صغيرة من خميرة كيميائية. نخلط جميع المكونات جيدا بالملعقة، نخلط كامل المكونات حتى نتحصلوا على عجينة تجي متماسكة. بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، ها هي العجينة اللي تحصلنا عليها. اذا وبعد ذلك نشكلها على شكل أصابع لبودة، يكونوا متوسطين، وذلك يرجع إليك، تقدري ديريهم طوال مليح هكذا. اذا مشاهدينا الكرام، ها هي الكميه اللي تحصلت عليها بزوج بيضات فقط. انا درت لكم كميه صغيره، مقادير قليله، وانتم ضعفوا المقادير اذا حبيتم. نروح نسخنوا الزيت ونقليهم في الزيت، لازم يكون نار هاديه هكذا باش يطيب لكم الداخل. كي تحمروا في الوجه الاول نقلبهم في الوجه الثاني، النار دائما تكون هادئه، ونسخنوا الزيت من قبل. وكي نخرجوهم كما راكم تشوفوا وهما سخونين، نديرهم داخل سكر غلاس، وتقدري تعسليهم كذلك، هذا يكون اختياري، ونقدمهم في طبق التقديم. اذا مشاهدينا الكرام، ها هي الحلوى اللي تحصلت عليها، اصابع العروسة الجزائرية، حلوى تقليدية. نقطعكم حبة تشوفوها في الداخل، الحلوى هشة بزاف، طرية من الداخل، وكذلك عندها شوية قرمشة. بصراحة هذه الحلوى بنينة بزاف، حبوها بزاف الأطفال بما أنها عندها سكر غلاس من الفوق، وتمشى مع لاتاي وقهوة العشية. إن شاء الله يعجبكم فيديو تاع اليوم، ومن فضلكم ما تبخلونيش بالجيم اي لي كومونتير، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس هكذا باش تتواصلوا بجميع فيديوهات القناه. اذا نخليكم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله، والى اللقاء.